انا رجعت من الكورس ودلوقتي هعمل غدا كده خفيف. انا اغلبيه الوقت بتغدى مع اصحابي بس انا المره دي مش هتغدى مع اصحابي وهعمل اكل في البيت، بس هعمل غدا سريع وبعد كده عندي برزنتيشن محتاجه احضره علشان اقدمه في الكلاس، فانا هروح غالبا كافيه اذاكر فيه شويه وكده. بس انا مشغله حاجه كوري كده، شغاله يمكن تنشط شويه كوري. عندي امل يعني. بص الجو النهارده جميل قوي. ده انا. هاي. انا اغلبيه الوقت بطبخ بالليل، فمتهيألي دي حاجه بالنسبه لكم غريبه ان انا بصور الصبح وانا بطبخ. بس انا دايما بحب اطبخ وانا رايقه، ما بحبش اطبخ وانا مستعجله. وكمان ساعات ببقى جعانه قوي ما ببقاش عندي طاقه ان انا اطبخ، بس انا النهارده حسيت ان انا عندي طاقه ان انا اطبخ، فعشان كده بقى. انا هسلق البطاطس، قطعتها صغيره عشان تستوي بصراحه. هعمل سلطه بلدي سريعه. انا الفترة اللي فاتت دي بجد ظهري بيوجعني جدا، غالبا من كتر القعدة، وانا مش عارفة اعمل ايه. مش عارفة احل الموضوع ازاي بجد. يعني انا حتى حاولت فترة كده اعمل يوجا، وبحاول على قد ما اقدر اخد بالي من قعدتي وانا مثلا في الفصل او كده، بس برضو مفيش امل، مش عارفة اعمل ايه. لو حد عنده حل يا ريت يقولي. لما بتنشفوا الخضار كده الدريسنج اللي انتوا بتحطوه عليه، يعني الصوص اللي انتوا بتحطوه على الخضار، بيبقى طعمه احلى بكتير وبيخفش كمان، بيبقى طعمه حلو. دي لحمه انا كنت جبتها من السوبر ماركت، ممكن مثلا تتاكل على مرتين او ثلاث مرات، فانا هاخد منها كام قطعه واعملهم دلوقتي. مع انا بعمل بطاطس مهروسه وسلطه واللحمه دي، دول الحاجات لقيتها في الفشار لما اشتريته. فكرتني بمصر زمان لما كنا بنجيب اللي هو كلبز والحاجات ديت ونلاقي فيها حاجات من جوه، بس الموضوع كيوت قوي. دي الطريقة اللي أنا برتب بيها الدنيا، حط كل حاجة في بعضها. أحسن بكتير. بطاطس استوت، حط بقى النار، شغل النار على اللحمة. حطيت عليها لبن وملح وفلفل، وهحط عليها شوية ساور كريم. أنا عمري ما جربت أحط عليها ساور كريم قبل كده، بس هجرب يعني. البوتاجاز بقى تحفة، كل حاجة بقت تحفة عشان اللحمة طرطشت كل حاجة.
انا من ساعه ما جيت كوريا وانا ما عملتش بطاطس مهروسه، فقلت اعملها معاك. انا ما بعرفش افتح دي فبفتحها في الرخامه. حط بقى الصوص ده، سوي صوص بالثوم بالسمسم. اهو الاكل، واتفرج على حاجه بقى. خلوني يا جماعه اكلمكم النهارده شويه عن شد السبب ده. الحاله عم ده عمومي، العزوه دي خلاص ابتدت تتبخر. بتقولي انت لوحدك خالص لوحدك. ودلوقتي تعالوا نشوف بعض الكاريكاتورات اللي موجوده في صحافه النهارده. انا كان بقالي كام مره كده بطلع الغسيل وريحته ما بتعجبنيش قوي، فجبت حاجه بتتحط في الغساله عشان تغسلها، فاحطه بقى. هو المفروض بيقعد ساعتين، فانا قلت بقى اسيبه وهو شغال مع نفسه وانا انزل، عشان الموضوع هيبقى مزعج قوي. اهو باودر، بحب اشم الحاجات. المفروض ان دي التعليمات اللي هم قايلين عليها هنا، فانا هحاول اصدق في الكوري بتاعي ويكون ده ان شاء الله هو ده. ربنا يستر. انا هغسل المواعين بسرعه علشان مش عايزاها تسيب ريحه، عشان ريحه اللحمه قويه قوي. الجوانتي بتاعي اتخرم، عايز اروح اجيب جوانتي تاني، خرم كبير فالميه كلها بتدخل. الكورس اللي انا فيه ده دلوقتي، المفروض ان انا بقالي دلوقتي قد ايه، بقالي سنه وشويه، قربت خلاص على سنه ونص هنا في جيجو. فالمفروض الكورس اللي انا فيه ده ليفل 5، فبجد الليفل صعب قوي 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 عليا بجد. يعني انا مش حاسه ان ده عادي ممكن اكمله بعد الليفل اللي انا كنت واخداه في الاول، فانا متضايقه بصراحه، لان انا مش عارفه، يعني مش عارفه اجمع معاهم الدنيا. وبقى في كلمات كتير قوي، وكلمات اللي هي يعني اساسا ساعات ما ببقاش عارفاها بالعربي. مش ما ببقاش عارفاها بالعربي، بس مش حاجات بتاعت استخدام يومي، او مش بتاعت مثلا استخدام عادي، لا. فعشان كده مش عارفه بقى بصراحه. فانا بجد مش قادره اجمع كميه الفوكاب اللي احنا بنتعلمه. فمش عارفه اعمل ايه. وبعدين الكلمات ما بتثبتش، كل حاجه شبه بعضها. انا من ساعه ما جيت كوريا وانا بجري ورا نفسي بجد. ما عنديش وقت اعمل اي حاجه، عشان كده زي ما انتم شايفين انا بطبخ بهدومي، بغسل مواعين بهدومي، يعني ايه. علشان انا ما عنديش وقت البس والعب. تنظيم الوقت. حرفيا في كل حته بجد. هي الغساله كلها صابون، مش شايف اي حاجه. هسيبها بقى مع ربنا. انا هاخد معايا اللابتوب والحاجات الثانيه، كتب وكده. بس انا لسه مش عارفه انهي كافيه اروح، انهي كافيه هحاول بقى ادور على كافيه في الطريق فين طبعا عشان المواعين، وكسرت ضفري كمان. انا قررت ان انا اتمشى شويه علشان انا قعدت كتير قوي، فقلت ان انا لو رحت دلوقتي على طول هتضايق، علشان ظهري اساسا اوريدي وجعني. وانا المفروض اقعد حبه حلوين علشان اخلص البرزنتيشن اللي انا قلت لكم عليه، اللي انا المفروض اعمله دوت، عشان المفروض اعمل باوربوينت علشان اوضح فكرتي. يعني هو التسليم بتاعه مش بكره، هو بعد بكره ان شاء الله، بس انا محتاجه ان انا اشتغل فيه عشان الحق اخلصه. فقلت اتمشى شويه على اساس ان انا احرك جسمي وظهري ما يضايقش مني. بس بعد كده بقى هروح. انا دايما بحس ان اليوم محتاج يبقى مثلا في حوالي 5 ساعات زياده عن الحقيقه. بجد دايما بحس بكده، بحس ان انا ما عنديش وقت ان انا اخلص كل حاجه انا عايزه اعملها. فالموضوع مش عارفه دي مشكله تنظيم وقت ولا دي مشكله ايه، بس انا ما بلحقش اخلص كل الحاجات اللي انا عايزه اخلصها في اليوم. ولو حصلت معجزة إلهية وقدرت أخلص اللي أنا المفروض أخلصه في اليوم، اليوم اللي بعديه مش هعرف أعمل أي حاجة، لأن أنا بريح من اليوم اللي أنا أنجزت فيه. فالموضوع معرفش، يعني أنا مش لاقية له حل بصراحة.
فأنا طلب منكم نصايح كتير الصراحة المرة دي. يعني أنا دايما ماشية بفكرة إنه الحاجة اللي أنا حاسة أنا عايزة أعملها هي دي اللي أنا بعملها، بس الموضوع ده مش نافع مع المذاكرة مثلا، مش نافع مع حاجة أنا مش حابة أن أنا أعملها يعني كده. فساعات ممكن مثلا أسيب مذاكرة مهمة وقرر أطبخ عشان حاسة أن أنا عايزة أطبخ مثلا، أو أن أنا أقعد أعمل editing لفيديو وأطنش المذاكرة، فاهمني؟ ولما يبقى عندي أجازة وعندي وقت عادي ممكن أعمل كل اللي أنا عايزاه، ما أعملش أي حاجة خالص وأقعد أتفرج على حاجات مثلا بس. ف مش عارفة مخي شغال إزاي، فأنا بحاول أفهمه معاكم. في حاجة هنا جامدة قوي في كوريا، شايفين المحل دوت اسمه أرم داون كاجي، يعني المحل الجميل. دي الترجمة الحرفية. الأرم داون كاجي دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الناس اللي بتبقى مش محتاجة الهدوم بتاعتها، يعني هي هدوم مستعملة بس في حالة معينة، يعني في حالة كويسة، بيروحوا يدوها للمحل دوت وبيدوهم فلوس رمزية مقابل الفلوس دي، يا إما أنتوا بتختاروا إن أنتوا مش عايزين تاخدوا فلوس، وبيبيعوها بأسعار رمزية جدا للناس اللي مش قادرة تشتري الهدوم بأسعارها الطبيعية. وأنا عايز أقول لكم أنا دخلت مرة بالغلط المكان دوت، وبجد الحاجات فيه حلوة جدا جدا جدا، أحلى من المحلات العادية أساسا. بس هو أنا كده كده حسيت إن في حاجة غلط، لأن الأسعار كانت منخفضة جدا، يعني كانت الأسعار قليلة جدا جدا، فازاي يعني؟ فأنتوا ممكن تبيعوا هدومكم وتنفعوا الناس المحتاجة في نفس الوقت، فالفكرة عجباني جدا بجد جدا يعني. عندهم في باص رقمه 365 وفي 356، وانا كل شويه اتلخبط ومش عارفه انا هركب انهي واحد فيهم، تقريبا 356. كل شويه بص الموضوع بيلخبط قوي يعني. انا حبكت معاهم الارقام دي. بصوا بجد، بصوا المراكب. الموضوع غريب قوي، لان انا اخر مره جيت هنا كان في عاصفه. كان بجد في عاصفه، انا مش عارفه لو انتوا شفتوا الفلوج ده، بس المايه كانت بتخرج لحد بره، الموضوع كان مخيف جدا. فسبحان الله بجد، البحر ده حاجه يعني عظيمه بجد، سبحان الله. بصوا عادي، هادي جدا ولا كاني في اي حاجه كانت بتحصل، حرفيا من يومين او ثلاثه مش اكتر والله. سبحان الله. انا عارفه ان انا بجيب كل كافيه ده كتير قوي، بس هو انا لما ببقى عايزه اعمل حاجه مهمه او لما ببقى عايزه استريح او انجز، لازم اروح مكان انا عارفاه علشان ببقى عارفه ايه اللي انا متوقعاه، وعارفه ان الحاجه طعمها عامل ازاي، والاضاءه بتاعه المكان عامله ازاي، الميوزك عامله ازاي، علشان الحاجات دي بتاثر عليا جدا، لان في اماكن ما بستحملش اقعد فيها لما بيكون الميوزك بتاعتها عاليه او مش النوع اللي انا بحبه، عشان بتاثر على تركيزي. وكمان لو الحاجات طعمها مش حلو ما ينفعش اروح وانا جعانه شويه او كده. الموضوع بيعتمد على فاكتورز كتير قوي، فعلشان كده انا بروح لنفس المكان لما اكون عايزه انجز، عشان كده معلش انا بعيد. بس انا جبت طوكيو يوم بالليل، يوم الصبح شويه هو في عاصفه، يوم الصبح عادي من كده. بنوع لكم يوم ساعة الغروب زي النهارده، بس يعني مش حرمكم من حاجه. الكافيه هروح بقى. المفروض ابعت الهوم ورك بتاعي لحد الساعه 7، والساعه دلوقتي 6. عادي جدا، ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، فاهمين ان انا بعمل اولويات غريبه بجد. بصوا بجد، طب ما انا اشربها ازاي دلوقتي بجد، والله خساره اشربها عشان كريسماس. الحمد لله لحقت ابعت الهوم ورك قبل الميعاد حوالي ربع ساعة. دلوقتي بقى هبتدي اعمل الباوربوينت يا رب.
انا مش مستعده ان انا اعمل برزنتيشن بالكوري بصراحه. هتكلم في موضوع يعني مش سهل اصلا اتكلم فيه عامه. ده الدور التاني، المود بتاعه مختلف خالص. هطلع اقف بره شويه، قلت اخد بريك بس الدنيا تبقى ساقعه. انا عارفه ساقعه قوي. بصوا المنظر، الكاميرا كانت ملحوسه معلش. اهو المنظر، غير بقى ان انا الليفل اللي انا فيه دوت صعب قوي. الناس اللي معايا ما شاء الله شاطره قوي قوي قوي. الناس اللي كانوا جايين اول سنه مشيوا وجم مع ناس تانيين علشان عملت اكستنشن، صح؟ يعني علشان انا زودت المده. فالناس بقى الجداد اللي هم اللي جم دولت هم ما شاء الله جايين شاطرين جدا جدا جدا. فهم عندنا كانوا فاتحين بس 4 ليفلز، وفي اساسا ناس كانت جايه ليفل 6 وكانوا مدخلينهم ليفل 4. فما شاء الله ما شاء الله الناس رهيبه يعني ما شاء الله. انا مش عارفه اساسا هم جايين يتعلموا كوري ليه ودخلوا امتحان التوبيك. امتحان التوبيك ده فيه من ليفل 1 لليفل 6، تمام؟ هم دخلوا ما شاء الله اول مره جابوا ليفل 6، ما بيش بيهزروا. امتحاني لو كان في اعلى كانوا جابوا ما شاء الله، الله اكبر بجد. فالموضوع بالنسبه لي بقى رهيب، هم بيتكلموا في حته وانا بتكلم في حته تانيه خالص بجد يعني. بس فعشان كده في ضغط شويه الليفل ده والليفل اللي فات، علشان الناس ما شاء الله اللي معايا شاطره قوي قوي قوي، والمدرسين بقى هم اكتر بكتير. فالمدرسين برضو بيحاولوا يوصلوا للليفل بتاعهم هم. فانا بقى بالنسبه لي يعني بلقط مثلا 15% من اللي بيحصل. بدون مبالغه بجد. الناس بيجيبوا كلابهم يلعبوا معاهم هنا. بس النهارده علشان ده في نص الاسبوع فما فيش كتير، بس بيبقوا كيوت قوي بجد. انا خلاص رايح اركب الباص، انا هموت من التلج بجد. اللي انا كنت عايزه اخلصه يعني، انا مثلا خلصت كنت عايزه اخلص 50% مثلا ولا حاجه، انا ما خلصتش اي حاجه تقريبا. ممكن اكون خلصت 15% مثلا. اصل انا المفروض اقعد اتكلم لمده ربع ساعه، وانا اساسا مش بعرف اعمل كده بالعربي، هعمل كده ازاي بالكوري؟ انا مش فاهمه. ما براحتهم، انا هعمل 5 دقايق اخري ويتصرفوا بقى. كنت بجري عشان الحق الباص، ناقص علي دقيقه. عشان انا كنت فوتت الباص ده كنت هستنى مثلا تلت ساعه كمان ولا حاجه. هو ده الباص، الدوشه دي ريسرز. غالبا هو اللي جاي ده تقريبا كده، هلبس الماسك بقى عشان هو جاي. جبت البيض، ناقص 10 دقايق ويقفل فما فيش حد. انا رجعت خلاص الحمد لله. انا هسلق 4 بيضات، هاكل 2 دلوقتي و2 هاخدهم معايا بكره ان شاء الله، علشان انا بجوع قوي في الكورس. بس هجرب اخد معايا بيض واشوف دوت فكره كويسه ولا لا. مش عارفه اخد معايا ملح وفلفل ازاي بصراحه، هحاول بقى اكله من غير ملح وفلفل، مش عارفه برضو لو دي فكره كويسه. بس يعني فهعمل كده ان شاء الله. بس ولحد بقى ما البيض ما يستوي هروح استعد للنوم، اغسل وشي بقى وكده واغير هدومي وكل الكلام ده. هو انا بصيت على الغساله ومش حاسه بفرق قوي بصراحه، بس يعني شكلها مقبول. بس هي المفروض تقريبا كانت تتفتح على طول بعد ما تخلص، علشان هي ريحتها مكمكمه شويه. بس بسيبها بقى تتهوى. ان شاء الله ريحتها تظبط، يا رب تكون نضفت.
ممكن بقى ابقى احط واحده تانية مره كمان. انا دخلت استحميت وقررت ان انا مش هاكل بيض، فهسلق بيض بس لبكره ان شاء الله. بس مستني الميه تغلي، حط البيض بالراحه. بفضل مركزه وبعد كده بروح مبوظه الموضوع في اخر لحظه. وهي اخر لحظه دي هي اهم لحظه. حطها في ميه اقشرهم بقى. تقشير البيض ده ساتسفاين جدا بالنسبه لي، يعني حاجه مريحه للاعصاب يتهيألي يعني. طب كيس على طول. شكلها كيوت قوي. الموضوع حزين لما البيضة بتطلع في القشرة كده. بس انا باكلها برضو. حطيت ملح وفلفل في دي. انا هستنى البيض يبرد وهقفله واحطه في الشنطة بس. خلاص كده انا خلصت كل حاجة. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفلوج الجاي، وصباح على خير.